ايه اللي حصل؟ يعني انا احكي لك اللي حصل بالظبط مني ومن زميلنا العزيز ابو المعاطي زكي حسب ما بعت لي. يعني انا قعدت في الصف الاولاني، لقيت ورايا الشيبي، فسلمت عليه وبوست وحضنته، لقيته حد شديد الادب والاحترام، فقلت له انت جميل وانت عارف ايه وبتاع وكده، لقيته راجل جميل جدا، فقلت له مش عايزين بقى مشاكل، مش عايزين حاجات، مش عايزين ايه، والدنيا حلوه والدنيا، لقيته جميل ومستجيب جدا. وبعدين بعد شويه والحفله بقى ايه بتخلص خلاص يعني، فلقيت مهند لاشين، فقلت له مهند هات لي شيبي عشان انا عايز اخلص دلوقتي موضوع مع حسين، انا عارف ان انت طيب جدا الحمد لله، عايز اخلص دلوقتي موضوع مع حسين. قال لي والله يا كابتن فرصه، طيب ناديلي على الشيبي. فقعدنا احنا الاثنين ندور، فلقيت كنتوا الاثنين فوق وبتبوسوا بعض. بعت لي صديقنا العزيز ابو المعاطي زكي، قال لي انه اتكلم والشيبي راح له مش عارف ايه، وهزروا وعملوا وخلوا وسووا، فهو طرح مبادره، فقال له انا ما عنديش مانع. وبعدين ما علمته انه اخوك محمد كان ليه دور مهم جدا. احكي لي بقى، احكي لي القصه جت ازاي، مين من اللعيبه اتكلم، محمد كان دوره ايه، اي حد من الزملاء؟ والله يا كابتن بص انا هحكي لك، هي كانت قبلها قبل الحفله بخمس ست ساعات كان حصل موقف. ايوه دي كانت حاجه كده بدايتها يعني، يعني كانت حاجه من عند ربنا يعني، اللي محدش يعرفه بقى. انا كنت رايح عند اسلام سعد، طبعا كله عارفه، راجل محترم والراجل صاحبنا بصراحه، والراجل تمام. دايما معانا في كل حاجه. فكنت انا هناك، اول ما دخلت كان مهند لاشين جوه كويس، فكان بيس البدف، دخلت سلمته، ده قال لي ده احنا لسه كنا في سيرتك. فبقول له في ايه؟ قال لي ده بيقول لي، فاسلام بيقول لي ده مهند بيقول لي الشيبي الكلام ده، والله والله ده حصل لوحدها قبل الحفله ومحدش يعرف حاجه. تمام. فبيقول لي ده الشيبي، هان مهند بيقول له الشيبي عايز يجي لك، الشيبي عايز يجي لك انت، عايز يجي لك عشان البدله يعني وكده. سوري. فراح قال له فانا لما دخلت فاسلام بيقول لي ده هو بيقول لي كذا، انت عندك مشكله؟ قلت له لا خالص، الراجل يا باشا يجي ومفيش اي مشكله خالص ما بيني، عادي انا موجود وهو موجود، اكيد مفيش حاجه هتحصل يعني، مفيش اي مشكله، وفي العادي ده في الاول والاخر ده شغلك كويس، ودي حاجه انا ما اقدرش اقول لك لا فيها. تمام. فاسلام بيقول لي والله انت محترم، انا قلت انت ما قلت له لا يا باشا ده شغلك، انا في الاول والاخر انا ما اقدرش اقول لك مين يجي لك هنا ومين يجيش، في الاخر دي حاجه بتاعتك انت. حلو. بس خلصنا وانا ما شفتوش بصراحه، ما اعرفش بقى جه ولا لا. فانا خلصت ومهند مشي وانا مشيت، وسام كان جه، وقعدت انا وسام شويه ومشينا وخلصنا. رحنا الحفله، فهو كان هناك. انا بحكي لك بالظبط اللي حاصل كل حاجه. فحتى في ما هو طلع قبليا مظبوط، او فانت سقفت في حراره. انا سقفت، انا ما عنديش، انا اي حد كان بيطلع من افضل باكرات في مصر من فتره، قلت محمد الشيبي، لان الراجل ارقاما والراجل ماشي كويس وكل حاجه، بعيدا عن اي مشكله. انا ماليش دعوه يعني، انا كده كده انت في مشكله مفيش مشكله. جميل. ده اللي انا بقوله باختصار بالظبط اللي حصل، فدي حاجه مالهاش علاقه بالمشكله ولا اي حاجه. حلو. فحتى ما طلع فانا سقفت، فحتى مش عارف مين كان بعيد من ورا، فبيقول ده حسين بيسقف جنب، انا بسقف اي حد طلع بسقف، الناس كلها جايه تتكرم. نعم. يعني في الاول والاخر كل الناس اللي كانت موجوده كلها بتتكرم. انا مش هسقف لواحد ليه مثلا معين او اي حاجه، ما عنديش اي مشكله مع اي حد خالص. فسقفت وبعد كده طلعت ومفيش اي مشكله، حتى سلمت لحضرتك ساعتها وطلعت ومفيش اي مشكله. فبعدها اما في الصوره الجماعيه، فاحنا واقفين، فمهند جه ومسلوسي جه، فهو طبعا كان واقف لوحده، فانا كنت عايز اروح اسلم فعلا، لان احنا كلنا واقفين مفيش اي مشكله. فحتى مصطفى انا بتكلم انا وهو، قال لي فراح قال لي انا معاك، بس في نفس الوقت ممكن ما يرضاش يسلم وفي كاميرات، فمش عارف اعمل لي كده. فراح محمد اخويا راح جه، راح قال لي روح سلم عليه. فقلت له انا ما عنديش مشكله، بس هو لسه انا ومصطفى بنتكلم اصلا في الموضوع. فخايف اروح. مصطفى قال لي انه نادى على اخوك محمد او كده. ما هو نادى على محمد. فهو بالظبط انا بحكي لك اللي حصل. فراح جه، راح محمد قال لي طب روح سلم عليه، انا سلمت عليه ومفيش اي مشكله. قلت له محمد انا ما عنديش مشكله، بس انا خايف يكسفني، هتبقى شكلها وحش. ايوه. فمشوبير قال له صح. فروح انت محمد شوف واساله النبض. لو تمام تمام. حلو. مش تمام خلاص احنا واقفين ومفيش اي مشكله. تمام. راح محمد راح له، راح قال له حسين هيجي في يسلم عليك في مشكله؟ بالظبط ده محمد اخويا اللي عمله بالظبط. قال له حسين هيجي يسلم عليك في مشكله؟ قال له لا مفيش مشكله خالص والله وخلاص وعادي، انا سلمت عليك ومفيش اي مشكله وبتاع. محمد راح جينا داني، حتى كان مصطفى جنبي. قال لي تعالى سلم عليه وبتاع. بس وسلمت عليه واعتذرت له وموضوع جات اللقطه دي. هي جات اللقطه دي. كررت الاعتذار تاني؟ اعتذرت له. طبعا فعلا. طبعا كابتن بص يا كابتن، انا يعني عشان نقفل برضو الموضوع. ايوه يا ريت. لما الواحد بيبقى غلطان ما ينفعش يا كابتن اللي هو مش غلطان.
وانا طلعت كذا مره وقلت انا غلطان وخلاص والموضوع خلاص خلص. وانا اعتذرت له كذا مره واعتذرت طبعا لوالدته حلو الست المحترمه اللي هي ما كانتش تستحق اللي انا عملته. نعم فدي انا ما اقدرش خلاص اتكلم في الموضوع تاني. وانا اعتذرت له امبارح والموضوع وخلاص يعني. وعلى فكره هو بني ادم جميل جدا. ما انا عارف يعني كابتن، انا قلت له برضه امبارح يعني. من امبارح رحت له تاني؟ لا امبارح يعني ساعات خلاص الموضوع انتهى يعني انتهى الامر كده بالظبط. او الموضوع انتهى يعني. انت شفت لما النوايا خلصت وكانت النيه سليمه امبارح الموضوع انتهى بالظبط. لا كنا محتاجين ده من بدري. من بدري طبعا يعني. من بدري. انا عايز اقول لك بقى برضه اول مره على الهواء، اول مره انا كلمت استاذ عمرو بسيوني مدير التعاقدات في بيراميدز من فتره، كلمت صديق العزيز مصطفى طنطاوي مدير المركز الاعلامي من فتره برضو، وقلت لهم وما كنتش كلمتك، قلت لهم انا هاخد حسين واروح للشيبي. وبصراحه كانوا مرحبين جدا 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 الى اقصى درجه، قالوا لي يا كابتن والله يا ريت نخلص من الفيلم ومن الحدوته ومن الدوشه دي كلها. بعدين ما علمتوا ان في ناس كبار تدخلت في الموضوع، فقلت خلاص طالما الكبار تدخلوا. بس حصل معرفش ايه العقربه اللي حصلت. كان في ناس برضو يا كابتن يعني بدون ذكر اسماء كانت كبيره ودخلت في الموضوع وكانت عايز تحل الموضوع بصراحه، ودي كانت اخر حاجه يعني. نعم. وبعد كده ما حصل ما حصل حصل معرفش حصل ايه بصراحه، فالموضوع وقف. وبرضو شهاده برضو كان كابتن اسامه الملاح ده الوكيل كان بتاعي اللي كان مدين العين، وكان وكيله كان كريم بلك كان برضو كان في الموضوع، وكنت انا بتكلم انا وهو واسلام احنا الثلاثه كنا بنتكلم، وهو كان بيكلمه بصراحه. ورضا سليم يعني برضو يعني الموضوع برضو يا كابتن رضا سليم من ساعه ما جه بصراحه كان في الموضوع، وكان الموضوع ماشي برضو في نيه صلح. وكريم كنت انا بكلمه انا وهو، وكان اسلام بيكلم كريم بلك، فالدنيا كانت ماشيه. بعد كده ما اعرفش برضو ايه اللي حصل يعني. هي كانت دايما بيحصل حاجه فما اعرفش يعني، برضو بدي كل واحد برضو. لكن بالتاكيد انت من جواك ارتحت جدا طبعا طبعا. عمرو زي ده رغم انه الموضوع خلص بالظبط قضايا ولكنه بامبارح انت من جواك كنت متضايق. بالظبط اكيد. ارتحت تماما امبارح يعني. اكيد الحمد لله. واحنا بنوجه التحيه لمحمد الشيبي من هنا الحقيقه، لانه بالفعل انا وقفت اتكلمت معاه امبارح بحد شديد الاحترام. ولد مؤدب جدا ومتربي جدا جدا، ويعني سحابه صيف زي ما بيقولوا يمكن طولت شويه، لكنه الحمد لله انها عدت على خير. عندما تخلص النوايا بتلاقي الامور زي الفل.